مفيش أي حد في العالم إلا وبيسأل نفسه هو إزاي أهل غزة صابرين ومستحملين كل ده، لدرجة إن عشرات الآلاف من الفيديوهات واللي عملها أجانب انتشرت على السوشيال ميديا ومحتواها تقريبا هو سؤال واحد بس، إزاي أهل غزة صابرين كده؟ ويمكن نكون فاهمين شوية تحمل الرجال لأن دي طبيعتهم قوية طبعا وبتقدر إنها تمتص الصدمات، لكن اللي بنشوفه من ستات غزة حاجة عظيمة جدا، مثال حقيقي في الصبر والصمود. وعشان نعرف أكتر عن الست الفلسطينية وطبيعتها وتفكيرها هيكون معانا دلوقتي الإعلامية الفلسطينية الأستاذة نجوى أكتيفان. أهلا بيكي. أهلا بيكي. أولا أنا بعزي حضرتك وبعزي نفسنا كمان على كل أهالينا في قطاع غزة اللي استشهدوا. وأول حاجة عايزة أسألها يمكن تكون خاصة، هل ليكي أهل أو أصدقاء دلوقتي حالا موجودين في القطاع؟ بدايه بشكركم على اتاحه الفرصه انه احنا ننقل الصوره الحقيقيه اللي بتصير بالقطاع ومعاناه اهلنا بقطاع غزه. عندي بعض الاقارب بغزه من الدرجه الاولى، بالاضافه طبعا للعديد من الاصدقاء. تعرفي اي حد استشهد؟ بنت عمي مع أولادها وزوجها وأهل زوجها اللي كانوا بالبيت تقريبا ما يعادل 28 شخص. أنا أسفة جدا. بسيطة. ربنا يرحمها بإذن الله. يا رب. وكان في كمان دكتور لإلي كان بيدرسني العبرية أيام الجامعة اسمه ناهد الرفاتي. كمان في صديق أصدقاء كان سعيد الطويل، كان من أول الصحفيين اللي استهدفوا في القطاع. أخيرهم كان زميل لي بدراسة الماجستير هو الدكتور أدهم حسونة، هو برضو صحفي. ويعني اللي بدي أحكي لك إياه إنه هم بيستهدفوا الصحفيين بالدرجة الأولى لحتى ما توصل أو ما توصل الحقيقة بالشكل الصحيح للعالم الغربي. طيب يا نجوى، أنا يعني طبعا أنا بتكلم من أول حلقة على صمود الست الفلسطينية، وأكيد الحاجات الستات هناك بيمروا بيها زي ما احنا قلنا في التقديمة، الست بطبيعتها غير الراجل، والراجل المفروض إن هو بيتحمل أكتر أو بيكون بيحاول إنه يتحمل أكتر مهما كانت الصعاب أو الظروف اللي هو بيمر بيها. الست الفلسطينية احنا بنسأل النهاردة على تركيبتها لأن هي بالنسبة لنا هي حاجة غريبة جدا، مخلوق عجيب بالنسبة لنا، قوي وصمور صبور وصامد بطريقة مش طبيعية. ايه تركيبة الست الفلسطينية؟ تركيبتها بسيطة جدا، هي طلعت لقت الحياة الاجتماعية او الحياة اللي موجودة جوات فلسطين بهذا الشكل. يمكن احنا نلاقي انه الست الفلسطينية يمكن اقوى من الرجل بهاي الفترة بالذات بهاي الحرب. احنا شفنا الرجال كتير كانوا منهارين من فقدانهم لاولادهم وعائلاتهم. الست الفلسطينيه طبيعتها انه هي اتربت على انه لازم تكون قويه، لازم تكون ظهر العيله زي ما هو الرجل ظهر العيله، كمان هي سند العيله والعمود الفقري تبع العيله، وهي اللي بترتب امور بيتها، هي اللي بتربي اولادها على حب الوطن، هي اللي بتربي اولادها على العلم، إنه لازم إنه أنت تتعلم لحتى تبني هذا الوطن. كتير منا حتى في نسبة عالية كتير من الشباب الفلسطيني متعلمين وبيطلعوا بيكملوا الماجستير وبيكملوا دكتوراه وبيرجعوا على البلد تاني، حتى اللي طلعوا برا خارج الوطن وكملوا وأخذوا جنسيات كمان رجعوا للوطن بالأساس. هنرجع لموضوع الست الفلسطينية. المرأة الفلسطينية اتربت وصحيت على حالها، لقت حالها بنت شهيد، بنت أسير، أخت أسير، أخت شهيد. طبيعتها هيك تبنت إنه طول الوقت أنت في حراب مع الكيان الصهيوني، طول الوقت أنت بتحاولي تثبتي إنه أنت لك أحقية بهاي الأرض، فبتبني وبتكبري أولادك على حب الوطن، حب الأرض، حب فلسطين، لأنه هي أساسنا. بس بشوف يا نجوى فيديوهات أنا بصراحة بتخض، يعني بلاقي أطفال يمكن يكون عمرهم فعلا ما بيتعداش الثلاث والأربع سنين والقصف شغال وهم ماشيين عادي في الشارع وكأن لم يكن. يعني لأنه الواحد لما بيسمع أساسا الباب بيتخبط بس جامد شوية بيقوم مفزوع. صحيح. دول أطفال بجد ما يعني
ممكن يكون الولد اللي انا اتفرجت عليه في الفيديو عمره ما بيتعداش ال4 سنوات، هو واخته اللي ممكن تكون اصغر منه، والقصف شغال والضرب شغال والصوت مسموع، والولد ماشي في الشارع وابوه مثلا بيساله انت خايف ولا حاجه؟ لا مش خايف. ازاي؟ هي تركيبتنا صعبه، يعني انا بحكي لك انه تركيبتنا احنا كشعب صعبه جدا. الطفل ال4 سنوات اللي انت بتحكي عنه هو اوريدي وكان عمره 2 سنين هو سامع صوت القصف. احنا يعني احنا كل سنتين كل سنه بتصير في عمليات حروب، كل يوم هو كمان هو خطر على اطفالنا وعلى شعبنا في فلسطين. في اغتيالات بتصير، في الزنانه هاي الطائره الصغيره طائره الاستطلاع، اول ما بتطلع هي معروف انه رح تضرب مكان، فهو الطفل نشأ على هذا الجو، فطبيعي ان هو ما يسمع صوت صاروخ او يسمع اي ضرب فهو يعني متأقلم على الحياه، لان هي هذه الحياه للاسف اللي موجوده جوا غزه، هي هذه الحياه اللي احنا بنتربى عليها كأطفال. يمكن انا الفتره اللي عشت فيها في غزه كان في اغتيالات. قعدت قد ايه في غزه اصلا يا نعم؟ شوفي انا عشت فتره كبيره في مصر، يعني انا مواليد مصر. اوكي. وسافرنا مع اتفاقية أوسلو المفروض اللي هي اتفاقية السلام اللي وقعت، ولكن ما كانت فيها أي سلام. الفترة اللي قضيتها بغزة كان كلها اجتياح، انتفاضة الأقصى، موضوع محمد الدرة، كمان كان في اغتيالات للقيادات المقاومة اللي موجودة داخل القطاع بغض النظر عن الحزب. يعني ما كانت فيها سلام 100%، كان دائما في اجتياحات بريه، كانت في 2004 تزامنا كمان مع الاجتياح جنين والحصار للمقاطعه ايام مع الرئيس الراحل ياسر عرفات. يعني كل هاي الحياه احنا تربينا عليها، يمكن هاي كمان قوتني وخلتني اشد اكثر انه لازم انه انا اعمل شيء لهاي البلد، لازم ان انا اوصل رسالتي، لانه احنا اللي برا هم سفراء ورسائل متنقلة عبر هاي الدول اللي احنا بنكون فيها لنوصل صوت شعبنا بالداخل. مظبوط.